مثلين للجمعة من الخمسة للسبعة، هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيمي بن نور وليكرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، مرحبا بكم. اليوم الثلاثة توا الخمسة وثلاثة دقيقة، هذا موعدكم اليومي مع فريق راسين كاري. كل يوم راسين كاري جديدة على EFM من الخمسة للسبعة متاع العشية مع سيمي بن نور. كل يوم راسين كاري جديدة، مرحبا بكم وين ما كنتم، نحييكم مستمعينا تسمعونا تشوفونا على FM TV. مرحبا بكم الناس تبعثنا على الباج نتاعنا، الباج فيسبوك EFM. سعداء انه يرجع لنا ابراهيم الطيف. ما تفكرش انا سعيد جدا، كذلك كنت نحكي مع روحي توا وقلت جوسوي كونتون دوفنيغ رجعت، هي مش طويله برشا من العيد ما رجعتش. هذا احساس متبادل. لا والاحساس ما نعرفش مع روحي انا حكيت توا. ان توكا تحيه للمستمعات. مرحبا ابراهيم، تحيه لكم وكل زملائي الاعزاء الافاضل. مرحبا بك وان شاء الله نعدي وقيت. يلا رقم اثنين شكرا رماحة. عسلمتكم حاتنا كيما ابراهيم الشاطر راي خاطر ديما ديما نبدا فرحانه كي نبدا جاي غاسي كاري ونشوف اصحابي. شوف شانا لينا برشا برشا بتقابل ليه في برشا وجهي في وجهك شهر مبارك كامل ليه في غاسي كاري في غاسي كاري. دونك ان شاء الله عندي وقايت حلو. عندي اخباركم الكل، عندك الاخبار كلها كنا في المستوى. لا اخبار باهي، اخبار حلو كلها. يلا رقم ثلاثه فرح برجب. ميرسي، نرحب بكل المستمعين وان شاء الله عدو ساعتين. ميرسي على الغريبة، عايشك صح بنينة ياسر ياسر. صحة الغريبة غريبة مزيانة وبنينة سيغتو ومنظرها محلاه وزمنية. اي وي اونكري دون لا كولتور، اونكري دون لا كولتور اكزاكتومون. يلا بالحق حتى انا هو الحلو المفضل عندي. هذاك اش معناها؟ مش معناها ارخص حاجه راهي هي انا ارخص، فما حد شيء رخيص. قهوه غيوه على الصباح واحلاها الفارينه، باش تلقى الفارينه في رمضان. هذا شاد لي عارفاوي شنا. انا فرحان بكم وفرحان بالله، فرحان بابراهيم سفير السينما السعيده والحسنه. هاي كان في مالمو. وي صح ابراهيم، تحكي لنا شويه على المهرجان. نتفرج وقاعد تو يلمنا في شويه افلام مختلفه. نعرف اللي باش الخزينه بتاع السينما ايام كارتاج المسرحيه السينمائيه باش تكون هامة جدا. سفير النوايا السينمائية الحصر. النوايا السينمائية الحصر. جيت نغني في غنية، جيت نغني في العتبة قزاز وسلم نايلون نايلون العتبة يا حسرة. هذا شوف دوكيومنتير مانيفيك على جروب اشك بشك اللي جاي الحمامات ادور بريز. هو ان جروب مانيفيك نتاع يعني اندوك تعرض في المهرجان. هو تعرض في المهرجان ولكن عملوا دوكيومونتير على البروتاغونيست نتاع الجروب هذا. عندهم سبع سنين يلعبوا في الحمره في تياتر الحمره. وخذا غنيات من التراث. خذا رجع لتاريخ كبير الغريبه. الغريبه نتاع فرح. حطتك في الاتموسفير. لا رجعت كومون اون بيت انكري دون سي كولتور و فير دو تري تري بيل شوز. هذاك علاش دونك هذاك علاش نغني. هذا من الدوكيومونتير فريمون كيما ماركي في مهرجان مالي. برافو. معناتها بعد فيلم هز يا وز ابراهيم الطايف يبنى الشك بالشك. الشك يلا هذه ايناس مرحبا بيك. مرحبا سامي. ان فو ترافيك. رجعنا في راسين كاري. فرح شادلي ابراهيم وشكرا مرحبا بيكم. السؤال وقتاش صار تدشين اول خط للسكه الحديديه عبر للقارات في الولايات المتحده الامريكيه؟ 1818 كيما اليوم 10 ماي 1904. خط سكه حديديه يبلغ طوله 3069 كيلومتر تم بناؤه، هذا اللي وجع عليه دونك ما بين غربي الولايات المتحدة الأمريكية ليصل شاطئ المحيط الهادي عند خليج سان فرانسيسكو. التصويرة ترجع ل 1800 وشوية 1863. دونك قعد 6 سنين يتبنى الخط هذايا. الخط بتاع السكة الحديدية تبنى من 3 شركات خاصة. 6 سنين هاي وقت هاي وي. فما قنطرة في الروتيكس قعدت 10 سنين مش مشكل. دونك من ثلاث شركات خاصة قعدت 15 وهي شركة غرب الباسيفيك للسكة الحديدية، خط الباسيفيك للسكة الحديدية، والباسيفيك المتحدة للسكة الحديدية. كلهم
معناها ils se connectent في انهم بنيو هالخط هذايا واللي بطبيعة الحال تغيرت راهو الإنسانية بوجود السكاك الحديدية. فما الأمريكان عادمو يوظفوا الشيء هذا خاصة في الأفلام تاعهم، تلقى دي فيلم وسترن يحكي يعني أكثر الأحداث تصير ما بين السكاك الحديدية وكذا. لترا سيف التروا بوا فيلم ياسر. أتخموين ومديزير. لا نصيبها. مش معادش عليها قديم. مدن اللي تموت اقتصاديا من اللي تنحت راه مدينه القيروان اللي موجوده قبل لو ديكلان ايكونوميك نتاعها بدا وقت اللي تنحت الناس كو جو كومبرون با انه هو السكه الحديديه موجوده معناها نقص لونتروتيان ولا نقص المسافرين شنو يخلي انه يتخلاو على الخط اي علاش ما نعرفش وقتاش تنحى مشكروع بعد فيضانات 69 ولا حاجه مش متحقق من الوقت اما القروان مهما كان هي سيت اليوت دونك مهم جدا انه تتعدى عليها هذاك تعدى عليها ترا لوتوروت ما توصلش القروان ولا سي فريمون لو سونتر تاع تونس يلزمها انه الترا اي تو لي موان دو ترانسبور احنا قلنا لهم عملوا لنا حتى برد في الفسقيه شيء نستناو ليه الفسقيه اللي حالتها توا حالتها بصراحه تسخف انا ريتها مونيومون هيستوريك يعني كيكا حالتها تسخف سي فريمون سي بيان دوماج يعني فما يعني يلزم تدخلات من نوع هذه راهو ترميم ليه ولازمك انت سياحه اخرى سياحه مختلفه التوريزم جديد اللي انت كنت نشوف هنا في تصاور لانه وزاره السياحه قاعده تصرف وتعمل دلاكوم وتجيب مثلا دي تور اوبيراتور المان وتجيب ضيوف من هولندا لا لا اليوم يا ولدي العالم اليوم فهم هذا فهم انه السياحه البديله هي الحل ما يحبش انت السائح ينجم يكون يحب الكلاسيك بحر وشط ولكن يحب زيد يشوفك لي زارتيزون تاع المنطقه يحب يشوف الماكله نتاع المنطقه سي امبورطون انا عام 92 زرت القروان مشيت مع رجال مسرح حديث لي سيسيون الاولانيين 94 حاجه ولا 95 شفت برشا توريست من بعد رجعت توريست راهم يدوروا في المدينه العربي والجامع الكبير هذاك ويقعد في قهوه الطقطق ولا شو اسمه هذيك ماك تعرفها ويشربوا الفلتر توريست توريست من هولندا من المانيا بيان سور توا يعني كي تمشي القروان ما فما تسحر من ناحيه زاده اللي تقول كيما قال سان ليتو باساج سياحه هامه بيان سور كيما اليوم شفت ريبورتاج على سوق جاره في كيبس قلبي وجعني خاطر ما تبعتش الموضوع نعرف على الحقيقه سي افخو معناتها الحاجه اللي عندنا خساره نكملوا نترزاو فيها احنا مازلنا نحبوا نصلحوا اللي ماهوش قاعد جاره في كيبس فرانشمون سي ترو تريست كي تشوفك اصحاب الحوانت وكل كيفاش يعيشوا من الشيء هذاك مزيانه برشا موروث موروث وتراث يعني نتاع المنطقه ومش تراث كيبس برك تراث تونس كامله خاطر نحن بالليل خاطر حكايه جاره ان كي نهبطوا للقابس نمشي لسوق جار ناخذوا الحنة والملوخيه وكالجو هذاك توا فما جمعيه فهمتني جمعيه قابس بتونس يعني ترأسها رمزي عزيز صاحبنا الفنان قاعد يعمل في حمله نتاع يعني تضامنيه ويقول لي فما حفل مدني راهو مهم فما حفل موسيقي باش يصير في مدينه ثقافه لودوس تبرعات الكل باش تدخل الجاره وباش يرموا منها الواحد يعني نسمع نكونوا يد واحد يلا توفي في مثل هذا اليوم 10 ماي فنان ورائد في ميدانه تولد في 13 ديسمبر 1912 توفي في 10 جويليا 1958 عن سن 45 سنة 10 ماي اش قلت 10 ماي سامحوني دونك ولد لي قلت يلغى السؤال وتحجب الجائزة في عائلة أندلسية انتقلت إلى تونس اشتغل في النجارة مختصا في النقش على الخشب وصناعة آلتي العود والناي عريس ميسترني انضم إلى جمعية الرشيدية سنة 1938 باش يتعلم العزف على الناي صلاح المهدي مش علي سريتي في السنة نفسها التحق بالإذاعة حيث توطدت صلته بأشهر الأدباء والشعراء من جماعة تحت السور كان لعلي الدعاجي وحسين الجزيري أثر عميق في تطوير فنه بما أنهم نظموا له يعني نظموا له أغاني غناها إلى جانب الفن كان مولع بالرياضة والكشافة وانخرط سنة 28 في جمعية الزيتون الرياضية العريقة في فرع العدوى الريفي
وانضم إلى جمعية الكشاف المسلم التونسي اللي تكونت سنة 1933، ثم أسس جمعية الهلال الكشفي 38 وتولى فريق العدو الريفي. كان شخصية محبوبة، ولكن ما كانتش محبوبة من بورقيبة مثلا. جميني. لا، الأغنية الفكاهية صالح الخميس. وي صالح الخميس. أحسن نوراتك تفهم، أحسن نوراتك تفهم، كلمة الغرة تخطفها من فم وقلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها. لم يكن صالح الخميسي مجرد مغني، بل كان فنان كامل متعدد المواهب، يألف ويلحن ويغني ويعزف، وذكى اللي خلاه ربما متميز عبر السنوات حتى بعد رحيله. من أشهر أغانيه بابا هتر، حبوني ودللت الله الله. وانتوكا جميع الحروبات وفات، جميع الحروبات وفات، الفن الدقازة الدبوزة. أوه يا خبيتة يا خبيتة، أحسن نوارة في بودفة وغيرهم من الأغاني. إبراهيم يا إبراهيم توفيق فريد بغدير أكثر عباد قراب ياسر يعني الجو هذا الأجواء. يا إبراهيم يا إبراهيم إبراهيم سباتيك معنا الدبوزة كي غنيها الخنيسي كل شيء شوف معلها. لا لا أتكسي الطريقة اللي مغنية بها برشا شعر والدبوزة من ثقافتنا برشا فن. اي برشا فن وزعما بورقيبة ما كانش يحبوا على خاطر زعما الستيل وصلت اللي تحب الستيل هذا زعما ما كانش يعجبه خاطر في المطلق ولا هو شخصيا. لا هو كان كيما ضد المنقد مثلا ينقد يعني كان ينقد ينقد من الاغاني نتاعو اغانيه لاذعه. دونك اي مع انه ما فماش غنيه جبد فيها عنده غنيه تلقاك في سهريه هكا تسربت وكذا تسريبات صالح صالح العكيشي ولا تنظم المسرحية الحدث الموت عليك للفنان لمين النهدي من تأليف وإخراج المنصف ذويب السبت 14 ماي على الساعة 7. تبيع تذاكر بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس، للاستفسار على الرقم 25 681 462. كل يوم غاسين كاري جديدة على EFM من 5 إلى 7 متاع العشية مع سامي بن نور. شكون الممثل المكسيكي الأمريكي اللي تحصل على جائزتي أوسكار وهو في الأصل مهندس معماري؟ ممثل ومخرج وكاتب ورسام أمريكي من أصول مكسيكية، درس الفن والهندسة المعمارية. كانت بداياته على المسرح من خلال الاشتراك في عدة عروض مسرحية قبل أن يقوم بأداء دور صغير في الفيلم الكوميدي باغول عام 1963 واللي مثل انطلاقته في عالم السينما. شارك في بطولة فيلم الرسالة بدور أنتوني كوين. وي أنتوني كوين نو دورجي مكسيكان سي تام بانتر هو مرته لاخر لحظة هما يقعدوا قاعد دي بانتر مو معروف فيلم عاد الفيلم اللي بانتر يصور يرسم اللغة اسمع اشهر فيلم مش الرسالة اسد الصحراء نو نو زربا ليغري اي زربا اقوى فيلم ايرن باباسو اي تحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد مرتين سنة 1952 عن دوره في فيلم فيفا زاباتا فيفا زاباتا بتاع المكسيك، وسنة 1956 عن دوره في فيلم لاست فور لايف. شو ما احلاه في التصوير تنشوف فيه عمر مختار, مختار عبقري عبقري ومعاه شكون لا غراند كوميديان ايرين باباس يس خدم برشا فيلم راه عنده فيلم تاتو برشا برشا حاجات معروفة يعني وشم الوردة تاتو روز تاتو فيلم فيلم دابري ان تكست بتاع تينيسي وليامز فيلم يقتل هو من انسبيري من المسرحية هو زيدا وفيفا زاباتا راه فيه مارلون بروندو امتي رول مش بارلون عن الفن الراقي شادي وين انسان في البلاد هذايا نجم يتفرج في بالي مثلا حاجة مستحيلة عنا محاولات وفما يعني محاولات جادة بريتو في الدانس تياترال الأكثرية يا مال باليه
بالي راه حكينا فيه هاي حكينا فيه هاي ما وسيت ان ديسبلين فهمتني ديسبلين كامل من الصغر هي يخدموه هي ما يجيوش فرق من الخارج يجيو جاب رضوان المدب جاب عمل هذيك لاك دي سيني فهمتي مع ليون هكا البالينا فوالا دو ليون وين انا وين انا وقتها وقتها عندك ريبورتاج في البحيره وقاعد تمشي في الممشى بتاع البسكليتات وقتها نتذكرها يا شادي تحب تهاجمني مش نهاجم فيك لو سبيكتاكل وقتها سيتي ان سبيكتاكل توا قاعد يدوروا به توا لاك دي سيني عمل ضجه في تونس يعني في قاعة الأوبرا وعملوا عرض الأورلا متميز حسيت روحي حسيت روحي في النمسا أنا وقت لا بالحق يعني سيتي حاجة أود جام وبلاش أوراق كي خرجت دونك تو كابا اي تو نعاودوا نعلموا شوية نحن مقصرين معاك مقصرين دونك في الكوم نعرفوك كي لا في الكوم مقصرين لا لا كيف كيف يعني نستدعاوك تجي ان شاء الله نعرفك تجي وتتفرج هو سيتي دونك تحكي على الكوم سامي مدينه الثقافه ناقصه كوم صراحه لا ولا زاد الاذاعات والقنوات التلفزيه تهتم بهذه المواضيع هل تهتم ولا اليوم ايش تعمل تقول فما بالي في مدينه الثقافه ما وقت اللي تعاود وكل مره تفيد لا كوميونيكاسيون سيغ البرمجه البرمجه اللي تاع المدينه الثقافه اللي بيان سيبلي وفما برمجه متواصله فما دو تو لي جونغ فما نعطيك ابراهيم لاك دي سيني ولا ولا كسرت البندق هذيك ان توكا في في مثلا في باريس اليوم سي كومبلي حتى ديسمبر خاطر عنده الجمهور نتاعو باش نحكي لك عليكم السنه كي دخلت الاذاعه يعني التلفزه الوطنيه والقنوات الخاصه حوار شركاء مع مدينه الثقافه الور لا ايام رمضان في مدينه الثقافه كومبلي والناس البرا كل يوم جاوا حركيه كبيره يعني جاونا جمهور الور لا ما نعرفوهوش اول مره نشوفوه ناس حتى من خارج رمضان في تونس جاوا تفرجوا في عروض والاذواق الكل موجود المسرح موجود الدانس فنون الشعبيه الكل موجود اي هي طبعا كي جا رضوان المد ما سمعت حتى اذاعه ولا حتى قناه تلفزيونيه جاي يحكي على كوميونيكيشن صح في فن هو هو كلام سيرتو على هذا مش يلا سيتي دون لو كادر دي جي كوسي دي لي جورني دي كوريغرافيك دو كارتاج كوريغرافيك يسحبوا اشتي هكا ما توصلهمش انا راكي تلفز والاذاعات الخاصه خاصة التلفز الخاصة والوطنية تاخذ بعين الاعتبار العملية هذه متاع الترويج وديما تعمل متركاش خاطر توصل للجمهور العريض ويولي يتنقل ويجي يتفرج خاطر حبيت ولا كرهت لا دانس تقعد يقعد انار سيليكتيف يعني طبعا ماهوش تخي بوبولار يلا بدينا ربي جوز انيفرسير الماجد سيدي اسمع فينا واليوم عيد ميلاد كل عام هو بخير ماجد سيدي شكرا فرح والناس اللي تولدوا اليوم هابي بيرثدي اه نيو يير يلا الأسئلة السريعة احنا ايكيب ا كونتر ايكيب بي تحب شد لي مع ابراهيم ولا تختار واحدة من السيدات من الاول متفرقه فهمتني لا ولا جات بطبيعتها سؤالي واضح مع ابراهيم مع ابراهيم ما دام نحن في الضفه هذه الالعاب هذه خاطر باش نخسر شكره ولا نكره ما عنديش مشكله مع الخساره والربح هنا تنجم تكون اي حتى شكره مع فريق تربح معناها عادي مع العيد عملنا رومونتادا على انس يا ولدي البارح لازم تشوف زاد رومونتادا رومونتادا محمد مراد حاجه هايلة عملها هو ضد انس ضد انس انت شفت الاجوبه بتاع الاسئله شلون شفتهم الاجوبه ولا لا؟ انا هو بتاع الاسئله باش تسالهم اي عندي خساره عليه شنقول كي يجي العب وين نسال بالحق بالحق والله بالحق شفت الاجوبه ولا والله يجري تحت ساقيك يا سيدي لا والله لا خاطر احنا خاطر كلاسي الجمعه الاخرى برومي ناخذوا زوز نقط حوافز لا لا خلينا نجرب واحنا وين تعرف اوف بلاي اوف تقول انت أي. يوضع سره في هذا في خلقه ما بتعرفش يلا نبداو ناخذوا توا وبعد نعملوا في الساعه الثانيه كمان ايوه قلنا هكا بشويه شحنه خلينا ندخلوا في الكومبيتيسيون اي من اعضاء الجسم يستهلك 40% من اكسجين الدم قلب قلب شادلي الشرايين الرئتين هو المخ كم يساوي الدينار التونسي بالدينار الجزائري فرح 10 مرات 12 مرة 10 مرات تقول 12 ولا 11 أكثر 47.31 دينار جزائري ما هو اسم الولادة للفنان هادي جويني محمد الهادي جويني بالحسين لا الهادي
مش بالحسين. بلدي بالحسين. نجم نعتبر وي بالحسن. اللي عندي انا اللي جاي. لا ها هو اعطينا شكون. فماش بالحسين وبالحسن. بالحسن على خاطر هو ايش اقول؟ اما العالم كله بالحسين. خاطر برشا يقولوا بالحسين. خاطر يسخبوه من سلالة البيات. يخلي له سيتونور كان يحبه هما بالحسين انا نقول. لو هو صحيح بالحسن. انا زيرو. نعتبر هما. صحيح بالحسن. دبروا روسك. انتم وفاهمين. انا يحيى يتصرف. البار البار. بالحسن بالحسن ما فيهوش لعب. من اين ينبع نهر النيل؟ من السودان. البلاد. السودان. اثيوبيا. من الخرطوم. اثيوبيا. السودان. اوغندا. يطلع منه من اوغندا. شفته كيفاش من اوغندا وهو انا سويلك يا انا سويلك يا فطوره. من هو العالم الامريكي اللي اخترع مانعه الصواعق؟ سالنا عليه قبل وانس كان غايب وبعد جاء قال لنا راهو الاسم هذا معروف يعني. تسلا باش يطلع صاحبه تسلا. لا لا خو تسلا. بنجامين فرانكلين. سالنا عليه قبل. بنجامين فرانكلين. تحية البن جمعة فرانك. من كم لاعب يتكون فريق كرة السلة؟ خمسة. خمسة لاعبين صحيح. بالحسين بتاعي. ما هو أقدم كتاب ديني عالمي؟ ما هو أقدم كتاب ديني مش سماوي بشرطه عالمي. ديني مش الكتب السماوية. كتاب ديني مكتوب. نجم يكون سامي ونجم يكون لي من وقت الفراعنة. زرادوست. فراعنة زرادوست حاشر هناك كونفوشيوس. شادلي ش قلت انت كونفوشيوس. منين؟ من الهند. وي تسا هو كتاب الهندوس. الهندوس اما هو كونفوشيوس. 2-1 يا عنا باي 2-1. اين افتتح اول متحف في العالم؟ اليابان. هو 18 مايو هو يوم العالمي للمتاحف. اي 10 مايو هو اليوم يوم هو عيد ميلاد افتتاح متحف باردو. لا لا في اليابان. في اليابان ان شاء الله يفتح. صحيح 10 مايو. 10 مايو هو عيد ميلاد. لا في اليابان 1901. وين؟ في الصين. الولايات المتحده الامريكيه. في القاهره. وي اللي هو ثاني اكبر متحف في العالم. كم تبلغ درجه حراره الشمس؟ اوف برشا 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 برشا. قديش الرقم؟ ما عرفش انا ما عنديش الرقم. برشا 750 درجة. لا لا 3500 ولا 10000 درجة. مليون درجة. 15 مليون درجة. 10000 انا قلت قريبة تسمى صحيحة. باش قصوها 10000 وين الترمومتر؟ 15 مليون. صباح الدنيا. 15 مليون. لا كي جات 15 مليون شكل حتى النقطة شي نحيلك اللي كنت باش قصوها بنا مقياس حراري قصوها. احنا في القرن 21 شهد لي شتو غابل وسخونة زعمة ولا صفا على دولا فيفر لا كلاس شنية لا كلاس مش لا كلاس مو على دولا فيفر. ما هي اللغة الرسمية للأرجنتين؟ إسبانية. الإسبانية. نحن ثلاثة تخلط سهل عدد ما حبنيش نقولوا عنا سهل معروفة. كم يبلغ طول سور الصين العظيم؟ 1000 كيلومتر. طول ولا فرح؟ طول 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 بالكيلومتر. 15 كيلومتر. الطول هكا طول. طول اي طول السور. 3287. 2400 كيلومتر. باهي. ما هو أكبر محيط في العالم؟ محيط الهادي. محيط الهادي. الهادي وي. دخلتوا علينا. قداش؟ 4 2 4 2. من هو أطول الكائنات الحية عمرا؟ الفكرون. وي السلحفاة. السلحفاة ما خاطر نبحث على السلحفاة بعد الزرافة تنبسطوا تلاهي بالسلحفاة. 5-2 شاد دتي الحسابة. 5-2 4. السيد ذا كان عنده دور كبير مش انه غير الانسانية. هو مخترع الاشعة السينية اكس. ها شكونه؟ اكس اكسيل. اكس الالماني. ألمانيا أفلس. فرانك ميلر. فرانك ميلر. روتنجن. روتنجن أوف. معروف الاسم راه. حتى توش تلسيني. كم عدد دول الاتحاد السوفيتي الذي تفكك؟ 24. 24 50. شكرا. 15. 15 وي. قربونا يا صاحبي قربونا راه. لا مو سيبنا بالي
نو بدي لا لا والله لا ما لا ركح يدك سيدي والله لا تعرفهم كلها سمي لي ثلاثة بلدان من الاتحاد السوفيتي بيا لو بيا لي شو سمي لي ثلاثة اسمع درجين درجين شكون يسكت شكون فريق واحد فريق راسين كاريس اعطيني خمسة بلدان اوكرانيا اوكرانيا انا نسألك انا نسألك اوكرانيا تشيكيا وشكون اخر بنزرت تشيكيا لا لا مش تشيكيا شو دخلها تشيك استنى اوكرانيا والله يلا من هو اول بلد شرع الالعاب الاولمبيه اليونان اليونان انا اليونان لا لا صحيح عندي انا فما حكم فما حكم فما البار زين ما هي اكبر مقبره في العالم وكم استغرق بناؤها هي مقبره فرعونيه لا ابراهيم نيويورك صينيه هند وي تاج محل يس واستغرق بناؤها مقابر نهبلكم نينا انا نحسها في الليل تتحول فرح نحسها في الليل تتحول تولي نينا وعشرين سنة تولي ذا وولف عرفتها تولي تعوق واحد شادلي سيب عليك راو خليني راي ما هي عاصمة استراليا سيدني سيدني فرح دبرا دلبن لا لا استاذنا من سيدني واو 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 ملبورن ملبورن كانبر هي عاصمة أستراليا. كونغورو. متى وقع أول زلزال في العالم؟ في اليابان في اليابان. بين عديو هاي. في إيطاليا. بين عديو هاي. من هو أول رئيس الوزراء في باكستان؟ ما خو بوتو ذاك. محمد بن جناح عام 1941. جناح جناح. ما هو أول رئيس للولايات المتحدة؟ مش روزفلت ويلسون روزفلت ويلسون ويلسون شو اسمه والله ابراهام كنا في العواصم اه واشنطن واشنطن جورج واشنطن جورج واشنطن اي صحيحه جورج واشنطن هو سيدي سامي سهل يا فرنسا كنت تغطى على اي بلد فازت فرنسا في نهائي كاس العالم سنه 2018 روسيا 2018 شادلي En 2018 روسيا المانيا بلجيكا لا ايطاليا لا ربحت الارجنتين ايطاليا ربحت اسمها هذيك اسبانيا اوكرانيا ولا تسر لا 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 اسكت اسكت خلينا نتكلموا سلوفيني لا اسمها قلت بلاد دنمارك ربحت 2-4 كرواتيا كرواتيا والله كرواتيا حتى انا في مخي على طرطوش قبل ان ينضم محمد صلاح الى ليفربول لعب في فريق ايطالي هو ايطالي بريشيا ابراهيم بحذا بريشيا لا لا استنى استنى فرح لا 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 شو اسمها روما وي بر روما لعب في ماتش في واحد اخر فريق مفضل روما قلت فريق ايطالي بعد شوية نكملوا هذه إيناس رجعنا في راسين كاري يلا إبراهيم شدلي فرح شكرا السؤال ما هي الشجرة التي تسمى بشجرة الحياة شدلي زيتونة هي الزيتونة معروف أنه شجرة الحياة زيتون الكرمة هي راي ثمرة ما هيش معروفة ياسر لكنها ثم فلاحين شبان توانسة جابوا الشجرة ذي لتونس جابوا البذور لا كيوي شجرة وزرعوها اللوز. بنجاح اللوز لا اللوز عنا من قبل هي شجرة الواحد حاجة قلش منها شجرة سبان لا 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 شجرة الحياة هي المورينجا المورينجا دونك سافروا الشبان ذوما جابوا البذرة وزرعوها في تونس الأوراق متاع الشجرة ذي عندها برشة فوائد فيها أكثر من 4 مرات من البروتينات اللي في لحوم البقر أكثر 3 مرات بوتاسيوم في الموز الثمرة يعني مرتين من البروتينات اللي في الحليب أكثر 4 مرات من الكالسيوم اللي في الحليب كذلك 7 مرات من فيتامينات اللي في الجزر كذلك الفيتامينات 7 مرات أكثر من الموجود في البرتقال مثلا وذلك علاش ما نستغربوش اللي هي تسمى شجرة الحياة لثرائها دونك الشجرة ذي اللي أصلها من الهند واليوم نلقاوها كولتيفي في برشا بلدان في أفريقيا وآسيا الجمعيات الخيرية تستغل أوراق الأشجار هذه باش تعالج برشا أمراض الغلة نتاعها أوراق المورينجا يستعملوها كعلاج
ضد الجريب والحمى والإسهال والألم وبعض الأمراض الجلدية، وعندها تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، ومعناها حاجة فيها عديد المنافع اللي هي جديدة بالنسبة للفلاحة في تونس، حاجة هيلة. نتذكر التجربة اللي عملتها المغرب مع الأفوكا اللي سنوات التالي ما كانش يعرفوه، توا عندهم أفوكا، واليوم من أكبر مصدري القارة في الأفوكا هي المغرب. معنا تجربة البنان في جيبس ناجحة، ستي حاجة ناجحة، هي اللي بتينا يعني صغيرين بنو خير بنو الكبير. كيما احنا توا بوكو دو غرين دخلوا جدد مثلا ما كناش نسمعوا بهم، وتوكا انا صغيره كيما الكتان، زريعه الكتان موجوده، والشيا شيا ليه الكتان موجود، موجوده ما كانتش ياسر داخله في ثقافتنا، موجوده فما الاخرى، فما الفلوكون دافوان، اي كيتان لوكون دافوان، لوكون دافوان ما يعرفوش الفوائد نتاعو، التوان شوفان اللي ما كناش ما كنتش تيسر داخل في ثقافتنا، ما يعرفوش فوائدهم، الكولتور كولينير نتاعنا موجوده، وهي اللي هما فيهم برشا منافع، ان توكا برشا حاجات ينجموا ان توكا الشوفان يعني 10 15 سنه لتاني ما كانش فولغاريزي كيما اليوم في تونس، اي فوالا يعني دخل في طبيعه الماكله اللي لعبات فوالا تاكل الدايت، يعني توا تمشي تشري لبسيس هكا، فما برشا انواع بداو بزراعه الكتان والواحد فريمون يعني هيلثي على الاخر، برشا منافع بيان سور، سي بيان سي بيان. شنو هي اسم اصغر جزيره سكنيه في العالم؟ هي ملا سؤال، فيها دار بركه، اكيد تعرف فيها دار، هذيك فيها دار بركه هكا يسكن وحده، فيها دار وحده الجزيره ذي، احنا مازلنا في المسابقه في تنقل، نقول لك وين فانا بلاصه الجزيره هذيا في استراليا، هاي هذيك مزيانه في استراليا، الناس تنجم تشوفها على الباج يا فام، نعرفها هي مره عملت عليها سؤال، اما كي تصويره الحقيقه ما تصورش روحي نعيش غادي، ما تحبش ندي ياسر ندوه، فما احنا هي هذيك عاملينها كي اوتيل، هي راه الناس يمشي تزورها وترجع، اسمها جاست اناف روم، يعني غرفة واحدة تكفي، استراليا محليها محليها، وليت مندفع كمان تويسها، لا تندفع وين تتبع نيويورك في الولايات المتحدة، دونك معروفة الجزيرة ذي اللي هي أصغر جزيرة مأهولة في العالم، ومساحتها الكل في الكل 310 متر مربع، وهي على ملك عائلة اسمها سيزلاند، شريوها من سنوات الخمسينات، وفيها بناء ودار صغيرة بحذها شجرة قدامها شط، أكثر هكا بساطة، حتى بيسين 120 متر كوب، أما كي على الماء كي على 315 كي يبدأ البحر هيج يعمل ليه، أن توكا بون أكيد فما حاجات اللي هي للحماية معناها سي سور. شكون أول سفير تونسي بإيطاليا واللي أسس جمعية التوانسة والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات؟ حوادث الطرقات اللي خرجت أرقامها في الأيام هذه وأرقامها صادمة، تحية صديقنا أحمد حفيد، فيما يخص سلوك البعض من الناس، مثلا كي تلقى أنه منعش ذلك إذا كان ميموار نتاعي باهية 90% ما يحترموش قواعد المرور، 60% ما يلبسوش سنتور، ولا العكس، انتو كازو صادمينهم. هذا في تونس، بربي في تونس فما حاجه اخرى بعيده، هي على الحوادث ما تنجم تسبب تقفروج يزمروا عليك ابار سا، المترجل راه حتى هو عنده قانون لازم يلتزم به، راه مش خاطر ما عندكش كهرباء انت بريوريتير وريلي ويستناوك الناس الكل وتشق الكيس، لا راه فما ضوء اخضر تمشي فيه، كيولي احمر تقف، نورمالمون يتخطى المترجل زاد، راه زاد فما حاجه اخرى، المستعملي درجات الناريه الموتورات يعني معناها هو عاملين خوذة بلاش خوذة، لا وهذا يمس بيهم يعني تقريبا، نسمع في الأرقام لكن ما قيتش، أما الرقم تقريبا 40% من الحوادث اللي فيها دراجة نارية طرف يتوفيوا مليها لأنهم ما يلبسوش الكاسك، يعني حاجة مؤلمة بصراحة، سيمي فما تبدا ساعات عائلة كاملة فوق موتور، هي أبار هذيك يسوق مغامرات معناها، والخوذة والخوذة ربطها بالوحدة يسوق في الموتور والخوضة حاطة بالتالي في الديكور، معناها تشوف البرة في عواصم تشوف أنه مش حاجة مقدسة أودولا، معناها يعني حاجة أول ريفليكس، معناها بسكليتات كيف كيف، يلا شكون السيدة ذي أول سفير تونسي بإيطاليا؟ إبراهيم
كريم محامي سياسي ودبلوماسي ورجل أعمال ومسير رياضي تونسي وهو أخ برا سيناوي لا 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 نقول أخ معروف اللقب. دونك عين في جويليا 56 كأول سفير تونسي في إيطاليا، ثم في أكتوبر 57 كسفير في ألمانيا الغربية وهولندا. لا لا برقيبة الابن يعني لا لا. دخل الحكومة لأول مرة في جانفي 61 ككاتب دولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية. شلي سبتمبر 69 عين وزير السياحة وبقي في المنصب إلى نوفمبر 70 ليخرج بعدها من الحكومة ويتفرغ لأعماله الخاصة. تولى رئاسة مستقبل المرسى وبلدية المرسى بينسكم سيدي بوسعيد وعن نشاطه الجمعيات كذلك منذر بن عمار. ويه هو المنذر بن عمار ايه يا معلم ايه. أسس 62 الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. توفي في صيف 2004 على عكس وزراء بورقيبة، فتلقت عائلته تعازي من الرئيس السابق هو والد بن علي. والد طارق بن عمار هو أخ وسيلة بن عمار. والد طارق بن عمار دونك ربي فما مستمع تفضل يقول لك اللي لم يغاي دوشين مشي 2400 كيلومتر بار كونتر الديباس لي 22000 افيغيفي باهي تنثبتوا هاي ولا. شكرا على التفاعل نتاعو نجم يكون غلطه مطبعيه سي فوزي الحنشي. شكرا سي فوزي تنثبتوا اللي يقول زاد الكابيتان دو لوستراليا قلنا احنا سي كومبيرا جاوبنا عليها اي هذا شكون هو ما كانوا مسمعها سي فوزي. شكرا سي فيصل فوزي ولا فايز؟ فوزي سي فوزي فايز. علاش تغلط بالاسامي هاك؟ شكرا سي فوزي الحنشي. ذكرني في حد راك يغلط بالاسامي برشا ابراهيم. بعد شويه عندنا الميتيو مع ايناس والاخبار واخبار الرياضه. بعد شويه زاد كذلك نكملوا في الكيستيون غابيد. ما ظهر ليكيب اللي على يميني في فورما اكثر من ليكيب على يساري. بعد احنا نكور وحدها كور وحدها لا 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 خيط اصعب سؤال شبيه. حبيت ناخذ بلاستك جوست لو طون دو لا كومبيتيسيون مي بون. يلا نرجع لكم بعد شويه ما تبعدوش.